السبب المباشر هو تسببت في حركة المضاربة، حيث أن المضاربون الذين اقتنوا كميات مهولة من النفط خلال الربع الأول من هذه السنة، ووصلت أجال أن انتهاء صلاحية العقود لما يسمى عقود تسليمات شهر مايو، العقود الآجلة لتسليمات نهاية شهر مايو، ولذلك وقعوا تحت ضغط، إما أنهم يستخلصون من هذه العقود ويبيعون ما لديهم من شحنات إلى طرف ثاني، أو أنهم سوف يستلمون عنوة عنهم الشحنات التي اشتروها، ولذلك سوف يتحملون تكاليف التخزين وتكاليف كل عمليات الشحن واللوجستيك. جائحة كورونا التي تسببت في حالة الإغلاق الشامل والحجر الصحي، لأنه توقف حركة النقل الشاملة على المستوى العالمي، الحقل البري، النقل البري، وكذلك النقل في المسافات البعيدة والنقل الجوي، ونحن نعلم بأن النقل يشكل 29% من الاستهلاك النهائي للطاقة في العالم، ولذلك هذا جعل هناك تخلف على الطلب العالمي في حدود 30 مليون برميل يوميا. بمعنى ذلك أنه في ضمن هذه الكميات المهولة من النفط المتخلفة عن الاستلام، أن تولد فائض يزيد حاليا، نتحدث عن الوقت الحالي، يزيد عن 1.2 مليار برميل. وحدث غير مشهود في الصناعات النفطية، لكنه أيضا حدث محدودا. أولا محدودا من حيث الرقعة الجغرافية، لأنه حدث في منطقة أمريكا الشمالية، ومحدود من حيث نوعية الخامات، لأنه خص وشمل فقط خام غرب تكساس الخفيف، وشمل كذلك النفط الكندي والمعروف بمزيج الرمال النفطية الكندية. تداولات البارحة بالنسبة للخام الجزائري، مزيج صحاري الجزائري، أنه كان أعلى من 24.50 دولار للبرميل، وهو لأنه ينبغي أن نذكر بالقاعدة أنه الخام الجزائري مرتبط خطيا مع البرنت، ولذلك هذه من أهمية بالمكان أن نذكر ونطمئن كذلك المجموعة الوطنية على أن الخام الجزائري كان رفقة البرنت، كانوا البارحة ضمن منطقة الأمان، ضمن في إطار ظاهرة الانصهار هذه التي شهدتها المنطقة الأمريكية والخام الأمريكي على الخصوص. أنه إلى حد اللحظة الجزائر ليس لديها أي مشكلة في تسويق خامة، لكن رغم ذلك أن تراجع سعر هذا الخام إلى هذه المستويات، أنه أكيد سوف أنه يحد من مداخلنا من العملة الصعبة، لكن المعالجات تأتي من جهة أخرى، ولذلك الحل الأساسي للجزائر يكمن ضمن العمل أساسا على الحد من فاتورة الواردات، وأنا هذاك والحد من فاتورة الواردات يشمل شقين مهمين. الشق الأول وهو العمل على اجتثاث ظاهرة تضخيم الفواتير. أعتقد ما ينخر اقتصادنا هي ظاهرة تضخيم الفواتير في معدات الاستيراد والتي تتجاوز 15 مليار دولار. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني وهو الامتناع ومنع استيراد كل المواد التي لا جدوى منها.